اللي راح نتكلم عن موضوع لطيف ومفروض كلنا نعمله يعني نمشي بالموضوع ده، اللي هو حب النفس. ناس كثيرين مننا، وبعرف ان انا معرفه شخصيه، ما بحبوا نفسهم. اللحظه اللي انت ما بتقدر تحب فيها نفسك وما بتقدر تقدر فيها نفسك وما بتقدر تعذر فيها نفسك، مستحيل تحب انسان او تقدر انسان بغض النظر هو منه، امك، ابوك، اخوك، ولدك، زوجك، زوجتك، مستحيل تحب انسان. ومستحيل في نفس الوقت انك تطلع من الصندوق بتاعك ده اللي هي منطقه الراحه بتاعتك، مستحيل تطلع منها. فحنتعلم مع بعض حاجات مفروض ولازم 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 انه نحنا نتعلمها عشان نقدر نحب نفسنا. اول حاجه، سامح نفسك. سامح نفسك يعني شو؟ حصلت معانا كلنا حاجات في الماضي رجعتنا لورا، غيرت من شخصيتنا، خلتنا ناس مختلفين، ممكن حاجات نحنا ما كنا متوقعينها، مواقف من ناس قريبة لنا شديد، ما توقعنا موقف بتاع خزلان، أنا تصرفت في موقف كذا فهو ما مفروض أكون أتصرف فيه كذا، فأنا بقعد ألوم في نفسي وألوم في نفسي، كل ما أمشي قدام أرجع تاني وألوم نفسي. الحاجة دي غلط كبير، لازم تتعلم إنك تسامح نفسك، عشان لو ما سامحت نفسك ما حتقدر تمشي قدام، ولو ما سامحت الطرف الثاني، لو انت ما سامحت نفسك ما حتتعلم كيف تسامح الطرف الثاني، ولو ما سامحت الطرف الثاني عمرك في حياتك ما حتتقدم ابدا. عندنا كمان نقطه ممكن الناس هنا في السودان يشوفوها شويه غريبه، انك لازم تسافر مع نفسك كل سنه، ماكسيمم كل سنه، سنتين ما مشكله حسب وضعك، فلازم تسافر مع نفسك. السفر مع النفس ده ما مع أصحابك، ما مع أي زول تاني، بس براك، بيطلعك برا من منطقة الراحة بتاعتك. نحن لو طلعنا برا منطقة راحتنا دي هنلقى نفسنا إنه نحن بنقدر نعمل حاجات كتيرة. منطقة الراحة دي بتخلينا نحن إنه نحن بنفكر إنه نحن ما قادرين نعمل الحاجة الفلانية ونحن ما جربنا، بس نحن بس هنكون ما قادرين. لازم تطلع وتسافر براك وتستمتع بالسفر، هتكتشف حاجات جديدة، هتشوف ناس جديدين، هتتعرف على ناس جديدة، هتتعرف على نفسك انت براك. والحاجة دي مفضل بيساعدك فيها، لازم انت تساعد نفسك بنفسك. تاني عندنا كمان المكافأة. انا الليلة اشتغلت حاجة حلوة وكنت مستنيها من فترة طويلة، انا حكافئ نفسي. اكافئ نفسي كيف؟ حكافئ نفسي بطلعة حلوة، ما البس شورت وشبشب وامشي شارع النيل، او البس توب اسوق عربيتي وانزل مثلا النيل، او whatever يعني يكون عاديه. لا، زي ما الناس بتطلع ديت وتكون قاشره وحلوه وكده، انا اطلع ديت مع نفسي، المانع شنو؟ لازم اكافئ نفسي، امشي حته انا بحبها، اكل اكله انا بحبها، اشتري لنفسي حاجه قيمه، اقيم نفسي، فانا بستاهل انه انا ادلع نفسي، بستاهل انه انا تعبت الفتره اللي فاتت دي كلها ومحتاجه انه أضلع نفسي شوية، أنا بستاهل، أنا دايما بعمل للناس. عندنا لازم، دي من الحاجات يعني نسبة كبيرة من الناس، أكثر من 85% منهم ما بيقولوا لا، بيفتكروا إنهم هم جايين الدنيا دي عشان يساعدوا الناس ولازم أنا أرضي كل الناس. ما في زول بيرضي، مستحيل ترضي كل البشر، مستحيل. يعني أنا الليلة رضيت نسبة 20% ما حقدر أرضي 80%، مستحيل. فأنا لازم أتعلم أقول لا، لأنه أنا بشر عندي طاقة تحمل، عندي قدرة معينة، أنا ما حقدر أقول للناس دي كلها أوكي وأنا حعمل لك وعلى حساب نفسي، الكلام ده كله على حساب نفسي. أنا الليلة قال لي تعالي حتة فلانية وأنا عندي شغل معين أو عندي حاجة لنفسي أنا مثلا عايزة أعملها، فهأطلع حخلي ألغي حاجتي عشان الناس. ليه ألغي حاجاتي عشان الناس؟ أنا لازم أكون رقم واحد في حياتي، لازم شديد. دي نقطة. النقطة اللي بعدها عندنا، لما تحس بأنه أنت عندك نيجاتيف إنرجي، ما قادر تتحرك، ما قادر تعمل حاجة، مع أنه أنت شايف أنه المستقبل بالنسبة لك سوداوي، مع أنك أنت ممكن تكون عملت حاجات كثيرة حلوة شديد لكن انت ما قادر تشوفها، فبليز بليز يعني جيب ورقه وقلم واكتب انجازاتك. حتى لو انت كنت شايف انه هي مثلا حاجه كانت سهله، هي ما سهله بالنسبه للناس،
انت عديتها لانه انت كنت قادر، عندك القدره انك انت تعدي الحاجه دي. فلازم تكتب انجازاتك، وكل انجاز مما تكتبه تستمتع به، تستمتع به وتتذكر انه انا كنت معاني عشان اوصل الحته دي، انا كنت معاني لحد ما خلصت المشروع الفلاني، انا كنت معاني لحد ما خلصت الجامعه، كان عندي امتحانات كنت مضغوطه شديد فتره الامتحانات بتاعتي مثلا، كنت امي عيانه، انا كنت ماسكه البيت وامتحنت وما كنت قادره انه انا امتحن وجبت امتياز. ممكن الحاجه دي تشوفها ما انجاز، لكن كون انت تخرجت من الجامعه بغض النظر نسبتك شنو، انك عافرتها في الوضع الحالي ده، ده انجاز بالنسبه لك، فاستمتع به. ما تخلي زول يسرق منك لحظاتك البسيطه. بعد ما تستمتع بانجازك ده تكتب اهدافك الجايه، انا هعمل شنو، هل انا هقدر اعمل كده، وبرضه تكتب انا هقدر اعمل كده. لازم تقدر تعمل كده، لازم تخاطب نفسك. بعد ما تعمل حاجات تكتب أهدافك اللي أنت عايزة كلها وتكتب بإذن الله أنا هحققها. عندنا نقطة برضو مهمة شديد، لازم تعرف تقول أيوة. أيوة لشنو؟ لنفسك. الحاجات اللي أنت بتقول لأ، عاند نفسك، هيحصل شنو؟ ما هيحصل حاجة. كسر القيود بتاعتك دي، ما تحاول تكون إنسان ضعيف، أطلع دايما برا منطقة الراحة حقتك. وإذا تعلمت تحب نفسك بالخطوات دي هتقدر تحب الناس، وهتقدر تتقبل الناس، وهتجذب لك الناس الإيجابيين في حياتك. ما هتكون أنت قاعد في ناس بيشبهوك، هتكون لا، هيجوك ناس جديدين، وهتستمتع بالحياة صدقني، وهتقدر تلقى نفسك كمان. وأتمنى إنه أي زول يحب نفسه، يحب نفسه، يحب نفسه.